واقعاً هي من اعترفت، ورئيس الكيان الصهيوني هو من اعترف وطالب به. بالنتيجة يعني ما يحتاج إثبات من العراقيين حتى نثبت أن هذه المرأة التي دخلت إلى الأراضي العراقية في زمن حكومة الكاظمي، ما أعرف كيف حصلت على الفيزا، بأي مساحة جتي، عندنا إشكالية في منظمات المجتمع المدني اللي هي واجهات تجسسية للأسف الشديد، خصوصا أتحدث عن الأجنبية منها اللي تدخل تحت دعم المواطنين وحقوق الإنسان وحقوق المرأة. هاي ملف خاص يجب مراجعته ويجب معالجته بصراحة. يعني فوضى هذه المنظمات، حتى بعض المنظمات العراقية اللي هي واجهات لمنظمات أخرى تجسسية. منهم منظمتك دكتور؟ فهي ثبتت. والله منظمتي يجب أن أنا أدعو أن تدقق، ما عندي مشكلة. بس يا واش يعني هي شنو الجاسوسية؟ عادي وطبيعي، ما عندي شيء أخاف منه. لا بس قصدي هي شنو الجاسوسية؟ نعم؟ شنو الجاسوسية؟ يعني أنا أعرف الجاسوسية أنه واحد يشتغل لدولة أخرى. نعم. هذا جاسوس صح لو لا؟ قطع هسه هي سؤال أستاذ عدنان. أنت رجل منطقي خلينا نتحدث بمنطقية. جاسوسية هي جتي حتى تجمع معلومات وتكتب تقارير وتجند، قد تكون عملها الأساسي هو في تجنيد مجموعة من شبابنا. طيب وبالتالي بعد ما يحتاج أنه يجون يتجسسون، يكون عندهم وكلاء وعملاء داخل البلد. هذا اللي أنا أستشرف الاعتبارات. طيب عدة ولأدلة، الأدلة القائمة اللي ما ممكن إكرامها هو يعني أنه رئيس الكيان الصهيوني. بس اللي يشتغل. نعم. لدولة أخرى واللي جند شباب لخدمة دول أخرى، هذا جاسوس؟ نعم قطعا، لضرر البلد ومن أجل هدم البلد وتغيير ديموغرافية ثقافته والعبث بإعدادات وضع العقائدي وهدم الدولة، أكيد هذا جاسوس. هذا لا قطعا. أنت